عشان في طلاب بيبقوا جايين من الاي جي ومن الامريكان دبلوما ومن الابيتور وكده، فالطالب دوت هتديله مقرر عربي مش عارف تتعامل معاه. فاحنا برضه شكلنا لجنه من قسم اللغه الانجليزيه لترجمه الكتاب. فبعض الكليات هتدرس التفكير النقدي باللغه الانجليزيه، بعض الكليات اللي هي عايزه الكتاب باللغه الانجليزيه عشان ممكن الخبر يطلع غلط. بعض الناس يقول لك ان التفكير النقدي هيبقى باللغه الانجليزيه، فبتوع عربي يقول لك في مشكله، لا، مقرر التفكير النقدي هيبقى بالعربي وبالانجليزي، بالعربي اللي عايز عربي وبالانجليزي اللي عايز ايه انجليزي. يعني حتى لو طالب بيدرس مثلا في جورجيا مثلا، سياده العميد، الماده هيمتحنوها مع هتنزل برده بجدول الامتحانات. ماده رسوب يا دكتور؟ ماده رسوب، ماده سقوط ونجاح فقط. يعني كل الحكايه في المرحله الاولى مش هتضاف للمجموع، بس الطالب اللي مش هينجح فيها مش هيعدي. ده الشيء يعني مختلف. الشيء اللي فيها مختلف ان لازم مش هتكون ضاف للمجموع، يعني مش هتضاف للمجموع بس، لكن النجاح فيها وجوبي. يعني الطالب اللي هيسقط فيها مع مادتين كمان مش هيعدي السنه، لانه عشان يعدي السنه لازم يبقى معاه ايه، مادتين. فهي لابد ان الطالب ينجح فيها، ولو ما نجحش هتعطله عن الارتقاء للسنه اللي بعدها. طب ليه احنا مش يعني ليه احنا في البدايه مش مدخلينها في المجموع؟ عشان التجربه لسه جديده، واحنا عايزين الاولاد يخشوا عليها وما عندهمش رهبه، والتدرج افضل طريقه. يعني انا عندي نظريه في الاصلاح بشكل عام، في طريقه تفكير الطالب، لانه بيشتغل على الطريقه مش على المعلومه. وبعدين الطالب عايز يخش بكتاب يخش بكتاب، ما عندناش مشكله، لان انا خلاص انا مش عايز منه معلومات، انا عايز منه طريقه تفكير. هل ده كافي لمواجهه الفكر المتطرف بين الطلبه ولا في ايه؟ لا لا لا, لا 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 هي خطوات كتير جدا احنا بنعملها، مفيش حاجه واحده. انت لما بتروح للدكتور ما بيكتبش الروشته علاج واحد، واخد بالك؟ فما بالك بقى بظاهره التطرف. ظاهره التطرف دي ظاهره معقده ومركبه، لابد ان احنا نواجهها باشياء كثيره، من ضمنها التفكير النقدي. لكن في طبعا حاجات تانية كتير جدا احنا بنعملها وبندعو الى عملها للقضاء على الفكر المتطرف، فهي احد اهم الاساليب. وده ليه علاقه بمشروع تطوير العقل المصري اللي احنا شغالين عليه، ان احنا بنقول ان العقل المصري يجب ان يغير طريقته في التفكير. وبنبدا بالجامعه وبنبدا من الطلاب وبنبدا كمان من الاساتذه، واخد بالك؟ فافضل طريقه ان انت بتغيري طريقه الامتحانات وبتعلمي الطلاب يفكروا بطريقه علميه، وده مرتبط برضو بسؤال حل المشكلات.